الغرفة. إذا سمحت ادي خبر للمعلم حنفي. والنبي المعلم حنفي مشان. ها؟ يصح نستأذنه بس. تستأذن من بيتك؟ لو أنت غريب، اتفضل. بقول يعني يمكن يكون فيها إحراج ولا حاجة. إحراج يا معلم، ده 10 سنين، ده إحنا أهل. حتى والنبي ما كانش يصح أكلف خاطرك بالحاجات دي. ودي حاجة قد المهام يا حاجة. ده أنا لو حبيت نقدمه لك حاجة، حاجات الدنيا كلها مش كفاية. ربنا يعطيك، ربنا يزيدك من نعمه. هي نعمة واحدة اللي بطلبها منه ليل نهار. نادية. وهي تغلى عليك؟ ده احنا نتشرف، ده انت نسبك يطول الرقابي. اذا اراد السميع العليم وتم النسب مش هخلي المعلم حنفي يتكفل بحاجة ابدا. جميع مصاريف البيت وجميع لوازم البيت علي انا، وكمان كل طلبات الاسياد. ان شاء الله هكون من نصيبك، ده انا الود ود اغمض عينيا وافتحهم الاقيكم متجوزين. انا قلبي اطمن قوي. لا ده انت تطمن قوي. طب بقى النبي قبل الهدية. اللهم عزك يا نبي، يا ده الكسوف. كسوف ايه بقى يا حاجة؟ ده احنا دلوقتي بقينا اهل مش اغراب. ان شاء الله ربنا يتمم بخير. كده العشم برضو. مع السلامة يا معلم. انست وشرفت. تعيشي. سعيدة يا معلم، سعيدة يا ماما. إذا حضرت الملايكة. ومستعجل على إيه يا معلم؟ مش كنت تقعد شوية؟ والله كان خاطر نقعد، إن ما عندنا كام شغلانة عايزين نقضوها. خليتكم بعافية. الله يعافيك. إيه اللي جاب عباس الزفر هنا؟ جاي بخيره وبنية خير. الأشكال دي ما وراهاش أي خير. إعملي بقى زي أبوكي وارفصي النعمة اللي جاياك. نعمة إيه؟ 5 عمارات و200 ألف جنيه جايين يترموا على رجليكي. هيفتح الله. ما أنت غاوية فقر. ايوه غاوية فقر. بص اتفرجي على الهدايا ولسه لا شبك ولا خطر. تجوزي بنتك لواحد متجوز 2؟ البنت بتكلمني بكل رداوة زي ما تكون عدوتها. تاني امك ونفهم عنك، ومحدش هنا في البيت له كلمة غيري. وهتتجوزيه غصب عنك. اتقمص يا وش الفقر انت وابوك. لا الحوال نفسه مش عاجباها احوال. لا قول لها، قول لها. جت الخيبة طلع على ابوكي وابن عمك. مساء الخير يا شوقي. ما كانش وقته ابدا. صحيح. ما تفتح يا اخي. طب امرت ايه انت ناديه؟ الله افتح بقول لك. الله. طب اذا كنت انت ناديه صحيح، امك عليها كام عفريت؟ هو ده وقت هزار يا رجب؟ انا بهزر، ده انا ركبي سايبه. اذا كنت انت ناديه بصحيح قولي لامك مريوحه ولا لا؟ ايوه عليها اسياد. كام؟ 1 عربي وواحد تركي. ناقص واحد. ابو الغير. هو ده. تبقي نادية بصحيح. مساء الخير يا راجل. مساء الخير يا حضرة الصول. مساء النور يا راجل. يسلم ايديكي. ازاي الشغل دلوقتي في المستشفى؟ الحمد لله كويس، لكن يظهر اني حسبها قريب. هسيب المستشفى؟ ليه؟ جاني عريس النهارده. عريس؟ واتجوزتيه؟ ايه؟ واكون يا بت عملتيها احسن بعدين اطلبك في بيت الطاعة. على فكرة انت تعرف؟ انا معرفش واحد يفكر الافكار الوحشة دي. بقى اللي يفكر يتجوزني تبقى افكار وحشة. انت عاوزة اللي يقتلني نقول عليه دمه خفيف؟ عباس الزفر هو اللي طلبني. يطلبوه في بدرون جهنم يا كريم. وانا موافقتش وزعلت مع عمي بسبب. ليه؟ هي امك راضية عنه؟ بس يبقى وقعتي سودة وقلبي بقى مخرط زي الكفتة. ما تقدرش تقف قدامها وقفة رجالة. ايه الجبن ده؟ الجبن ده يعني انا شاريه؟ ده انا مولود بيه. محدش بيتولد جبان. لا في واحد اتولد جبان. مين ده؟ انا. كان حقك تطلع بطل زي ابوك. بس ما تفكرنيش بابوي. الله يرحمه كان بطل، كل الحتة كانت تحلب بحياة الشاويش متولي. لحد ما مات الشاويش متولي. مات بطل، مات شهيد، مات فينا المركب اللي كان بيشتغل عليه.
امال انا بكره البحر ليه؟ لانه ربى للرعب والجبن. الراجل راجل برجولته وشهامته وجرأته، امال انت راجل بايه؟ بشهاده ميلاد من وزاره الصحه، اسمي رجب. في بنت اسمها رجب؟ عيبك الوحيد خوفك وجبنك. قلبك طيب، الله يخليك، نافع خدوه. يا سلام لو كنت طلعت زي ابوك الله يرحمه، تشويش عطيه دايما يكلمني عنه ويقول لي هو ده الراجل اللي كان يملى عيني بصحيح. يا ما نفسي كنت اطلع بطل زيه. دوكها طول بعرض حمش، يشخط الشخطه يزلزل الرجال، يصغر الزغره ركب الناس تسيب، ما كانش بيخاف من السيف حتى لو كان على رقبته. يمكن كان زهقان من الدنيا الله يرحمه. وليه ما تقولش ان كان فاهم الدنيا صح؟ هو عمي قال ايه العباس الزفر؟ يا سلام، ياما كان نفسي اشوفك بطل وشجاع. افتكر ان ما كانش في واحده اسعد من مرات عمي الله يرحمها. ده الشاويش عطيه. لا لا، اصرفي نظر عن الشاويش عطيه كام يوم وانا هعمل لك مفاجاه بشرفي هتسعدك طول العمر. مش عارفه اصدقك ولا لا. صدقيني يا نادي، لما اشوف تصبح على خير. وانت من اهل الجنسية فين؟ ما انا جنسيتي من الاصل مصري، ابويا وجدودي مصريين. زي ما قدمت شهادة حسن سير وسلوك لازم تقدم شهادة تثبت انك مصري. هي شهادة الميلاد مكتوب فيها اني جريج يا اخواتي. الله، بس طويسي ده بقى مالطي ولا مصري؟ اتفضل اخرج من الصف. خرجت يا فندم. نادية بتسلم عليك. نادية مين؟ بنت عمي الصول في البحرية وحكيمة. اهلا وسهلا. اهلا بيك، هتقبلوني؟ ان شاء الله. وتعملوني صول زي نادية؟ صول كده من راحتك. بلا صول، خلوني زي شاويش عطية. عطية مين؟ انت ما تعرفوش؟ لا ولا انا. اتفضل، الفرز بعد اسبوع. يعني هتقبلوني؟ اذا نجحت في الفرز. روح يا شيخ، ربنا ما يغلب لك مركب. اقعد بالعافية. اتفضل. مادام هنفكر في بعض هنبقى شايفين بعض يا كابتن. كابتن كده حته واحده بالنسبه لحماستك مش كتير، ده انت هوستني بالبحريه. ما هو علشان يكبر سلاحنا البحري، احنا محتاجين لشباب متحمس للدفاع عن بلدنا. عايز حاجه يا فندي؟ و اتفضل. وللانضمام للاسطول اللي له اكبر نصيب في الدفاع عن وطننا. بس خايفه لا ياخدوك في الغواصات. وماله، ياخدوني في اي سلاح. المتطوع لازم يكون قلبه جامد وعنده تصميم وعزم على خدمة بلاده، واخد بالك؟ والاستهتار بأي خطر. احنا لازم نكون الخطر الأكبر على كل خطر يهددنا. هتوحشني يا منير. كل ما هتفكري اني بعيد عنك لاني بخدم الوطن، ده هيطمنك عليا. وحاضر اتصل بيك ازاي؟ ايوه، اصلا انا مش عارف هم هيودوني فين. شوشو، الوداع يا شوشو. نداء الوطن أقوى من نداء الحب. الوداع يا شوشو. وهيب محمود جاب الله. فندم. فتح إبراهيم الصبان. فندم. خليل دياب. فندم. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. اللي قولي والله يا أستاذ. أي نعم. هي كلمة أساس بالسين ولا بالث؟ هذا يتوقف على المعنى المقصود. فإذا كنت تقصد متاعا أي فراشا فهي بالثاء، أما إذا كنت تقصد إرساء دعائم لشيء فهي بالسين. أفادك الله. أفهمت؟ والله لست بفاهم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ماذا تريد أن تقول؟ شوف أنا كتبت إيه. أي نعم. وكلامك يا نادية يا بنت عمي عن المرحوم والدي البطل والشاويش عطية هما أساس. إذن فهي بالسين. عليك نور. تمهل. إيه؟ ماذا تريد أن تكتب؟ عايز أقول إن أساس تفكيري وشقلبت. شقلبت؟ هذا تعبير رديء ضعيف. عندي تعبير أجمل. الحقني بيه أبوس إيدك. اكتب الحافز. يعني بلاش أساس؟ بلاش الحافز على على تغيير اتجاهي تغيير في الحياة
إلى طريق أفضل ينتهي بي إلى أمجاد وبطولات. الله 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 يا لطيف يا أهي بطولات دي يا أستاذ، بقالي 6 أشهر بدور عليها. كلمة أو كلمتين من كلامك الحلو اللي بتقوله ده. دي اسطوانة أنا حافظها، بروحها لأي بنت أكون عايز أخلص منها. تخلص منها وتخلص منها ليه؟ عشان أشوف غيرها. واحدة أكون قعدت معاها يومين ثلاثة تعبت منها، أخلص منها إزاي؟ أروح متطوع في البحرية. يا سلام، والحكاية دي بتعملها كتير؟ حوالي 4 مرات، كل مرة أطلع شرك. شرك إزاي وأنت واقف قدامي زي الطور أهو؟ أيوة، بس أنا عندي إصابة في رجلي، كل ما يكشفوا عليها يطلعوني غير لايق. غير لايق وبعدين تدور على واحده ثانيه. رجب شعبان رمضان متولي افنندم عبد البر عبد الواحد عبد الصمد. اي نعم. منير احمد توفيق. ايوه جاي. قول ودي قول شنان زي الحديد يا دكتور، بس رجلي هي اللي حضايق الدنيا. مالناش دعوه برجلك. الا قول لي هي امتى هتظهر النتيجه؟ وقت ما يشاؤون. اهدى اهدى، هو انا هيهدى بالي ولا هيروق بالي الا لما اسمع كلمه نفر وياخدوني؟ لا شك عندي في انني مقبول. ازاي؟ عضلاتي من حديد، بدني متناسق، بصري حاد ثاقب. يا بختك، انا متاكد ان انا مرفوض. بس ما تقولهاش قدام وشي، ودي وشك بعيد وقولها. ده انا حتى بفكر اخدها من قصرها اروح. لا تكن عجولا، اثبت. الا قول لي مش ممكن تقرا لي عديه ياسين؟ يا انت اسمك ايه يا اخ؟ عبد البر عبد الواحد عبد الصمد. وحضرتك؟ انا اسمي منير احمد توفيق. ومحسوبك رجب شعبان رمضان متولي. تشرفنا جدا. اوكي سيدي، اوكي سيدي. رجب شعبان رمضان متولي. افندم عبد البر عبد الواحد عبد الصمد. اي نعم. بس يا جماعه مش قلت لكم؟ خليل ديار افريقيا. السلام عليكم. محمد احمد بدر. منير احمد توفيق. منير احمد توفيق. انا اسمي في كشف المقبولين. ايوه عسكري. عسكري. يا ترى رحت فين يا رجب؟ كنت اسال عليه اصحاب البلانسات يا بابا. اسم الله، حاكم شجاع قوي علشان يركب بلانس ويخش جوه المي ده، بيخاف يغسل وشه من كتر كرهه للبحر. ما تروح تدور عليه يا بابا. انا خليت حد ما سالتوش ولا حته ما رحتهاش. شايلين الدنيا على راسكوا ليه؟ هي النجوم هتقع من السما ولا الليل مش طالع له نهار عشان سميلس بتاعكوا ده؟ ده ابن عمي وغايب بقالي يومين. يمكن وزه الشيطان وعمل عامله خاف يتمسك بيها، هرب واتخفى. يلا المركب اللي تودي. بوسطة. بنت عمي العزيزة، ساعة ما يوصل الجواب ده أكون بعمل بير هيك لأني اتطوعت في البحرية. هي دي المفاجأة اللي كنت عاوز أقولك عليها. ما تتخضيش، مش هخاف من البحر ولا من أدخل موجة. كلامك يا نادية يا بنت عمي عن المرحوم والدي البطل وعن الشاويش عطية كان هو الحافز القوي لي على تغيير اتجاهي في الحياة إلى طريق ينتهي بي إلى أمجاد وبطولات. ابن عمك العزيز رجب. كويس يا رجب، كويس خالص. والله كنت الأعادي يا رجب وخليت دماغهم في الواطي. حقنا نبعت لك جواب نهنية يا بابا. أنت كمان تستحق التهنية لأنك السبب في النجلة الكبيرة دي اللي اتنجلها ابن أخويا القدام. روحي بقى اكتبي له الرد وقولي له عمك مبسوط قوي وبيدعي لك. قبل ما يوصلوا الرد هيكونوا رفدوه، اللي زي ده عمره ما ينفع ولا يعمر. انت خلاه في الظنون يا رب. ما تنساش وانت راجع تجيب لي معاك حمل برسيم. حمل برسيم؟ ليه؟ هتغدي بيه الاسياد؟ دستور برضان يا سلطان الجن. قادرين يأذوك، قادرين يذلوك قد ما بتطاول عليهم. الشاطر فيهم يطلع لي وانا خزق عينين اللي خلفوه. ما تكبرش معايا، انا جاييني جمل بصنمين ويلزموا كل يوم حمل برسيم. طب دوري بقى على اللي هيدفع قرش من حقه. بس ما تتشنكش،
ده جايين هدية من المعلم عباس. ينفلق والنبي لو جابلك دبايح السلخانة كلتها ما هو شامم ضفر نادية. هنشوف. إلهي ما توعي تشوفي ولا تسمعي يا شيخ. ابن عمي العزيز رجب. نفسي اشوفه هو شايل البندقيه. قدامك بصي يا عسكري رجب قدامك ما يتلفتش حواليك. بعدين معاك يا عسكري رجب. للشمال مل، للشمال مل، اعدل نفسك. الشمال مل على الحاز اللي جنبك اللي على يمينك، بس وقف ثابت جنبا. واحد اثنين ثلاثة. واه خدمه. خد يا عسكري عبد البر من دويه. يا عبد البر واقف ثابت. بص قدامك على الجنب. خد من دويه. حاضر. واقف ثابت. واقف ثابت يا عسكري عبد البر. واقف ثابت. اثبت. ناس من دويه واقف ثابت. واقف بص قدامك بقى ما تكلمش. خد من دويه عسكري لك. امسكها كويس. بص قدامك. اثبت بقى. بص قدامك. هاتي فول. واه اثنين ثلاثة. واه اثنين ثلاثة. واه مطلوب. واه مطلوب. انت عسكري رجب شيل من دويه. شيل يا عسكري من دويه. عبد البر شيل يا عسكري من دويه. وقف يا عسكري عبد البر مطلوب. بلاش حركة يا عسكري منير. بلاش ده. اقعد من دويه على كتفك. اقعد من دويه على كتفك. وقف ثابت. بس اثبت. سلام. واه اثنين ثلاثة. واه اثنين ثلاثة. انت ما عملتش سلام سلاح يا عسكري رجب. ما تعرفش. لا يا فندم. اعمل سلام سلاح. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. انت عسكري عسكري رجب. وقف بص قدامك. هاتي فن. واه اثنين ثلاثة. واه اثنين ثلاثة. اثبت. انت عسكري رجب. ايوه يا فندم. اثبت. بص قدامك. بص قدامك. وقف ثابت. اعدل من دوية. بلاش تحكي يا عسكري منير. جنبا. واه اثنين ثلاثة. واه اثنين ثلاثة. فصلة. صفا. العسكري رجب والعسكري منير والعسكري عبد البر. انتباه. خطوة للأمام. فرش. بلاش تحكي يا عسكري منير. خطوة. العسكري رجب. خطوة للأمام. فرش. انت رايح فين؟ خش في الصف يا وقف. وقف. وقف يا عسكري. وقف. انتباه. هات فول. سلاح. واه. تدس. واه. تدس. حط من ده على كده. انت تحت كمان. ايوه كده. بس اقف ثابت. بص قدامك. ميلان. سلاح. واحد من ده. ضيع من دوية. ايوه كده. ليه من دور. سريعا. فرش. لا الخلف. هر. 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 انا مت بقى ابو شراس. محلك يا سكت اهو. اثبت. تعالى يا عسكري رجب. تعالى يا عسكري رجب. تيجي المكتب محمود. فضيلة نمرة واحد. تلمام قدر. هوب. كما كنت. هوب. تلمام قدر. هوب. إلى الله. فضيلة الأولى. إيه. ها. هوب. الدوران للخلف. الخلف. هوب. فضيلة المقاقر على الشمال. معتدام. هرش. شمال يمين. شمال يمين. شمال يمين. دوران للخلف. للخلف. هر. شمال يمين. مين بالثلاثات؟ لليمين. هر. رايح فين يا عسكري؟ رايح فين يا عسكري؟ يا فندم هم غلطانين. اصلهم سابوني. ابو نفذ وقفت مع الندى ونفذ مظبوط. للخلف. هر. الندى مش ليك يا عسكري. ده للفصيلة. خلف صور انت. اقف ثابت يا عسكري رجب. مش سامع حاجة خالص. انت مش مخك معانا. لا. ده الخلف. هر. محلك بالخطوة السريعة عسكري رجب. اجري. الفصيلة تتقدم. لا اليمين. هر. على اليمين. هر. اقف ثابت على اليمين. بص يمينك. لا لمام اضغط كما كنت. لا لمام اضغط كما كنت. لا لمام اضغط كما كنت. لا لمام اضغط. حرك الشمال بالثلاثات. لا الشمال. هر. هر.
الشمال للشمال لف معتدان هرش اصل دليل الشمال طول دليل اليمين كل ثلاثة مع بعض ارفع ايدك فوق شمال يمين رايح فين يا عسكري يا رجب ايدك الشمال فين يا عسكري يا رجب سلاح قف عسكري رجب الخلف دور سريعا هرش يا عسكري مش عارف ايدك الشمال من ايدك اليمين خلو تنظيم قف مش عارف الطابور ايوه غلطت اخر مره هندخلك المكتب محظوظ اسف يا فندم اخر مره حاضر غلطت ثاني مره حاضر دوران لليمين لليمين هر ها يا عسكري بقول لك اعمل اليمين دوس اعمل الشمال دور لليمين هر وانت عند هنا مش عارف ايدك اليمين الشمال فين ايدك اليمين اليمين فين الشمال اهي طب الاخبارهم كده اعملهم كده ببعض اهم اه قدامك فين ايدك اليمين ولا الشمال فين انت لخبطتهم يا فندم يا عسكري ايدك اليمين اه ايوه نادي خلاص هتدور دوس على ايدك اليمين دي بفوق لليمين هر لا شمال هر لا اليمين هر لا شمال هر لا اليمين هر محلك يا عسكري راجل خلص ثانية راجل عسكري صراخ بالطابور صراخ بالسرايا صراخ بالفصائل يا رب اليمنى أمي اليسرى أظن يا شيخ عبد البر التقاعس بالأرجل الشملة الفصل الثاني الدوران بالعدد يدور العسكري إلى اليمين على عقب الرجل اليمنى وأصابع القدم اليسرى وذلك برفع عقب القدم اليسرى وأصابع القدم اليمنى انت أخيرا لو كنت لازم تقرا اعرف سرك لو قرات في سري لن افهم شيئا ليه هتفهم بعقلك ولا بوجهك انا حر افهم كما اريد واشتهي الكلام ده لما تكون لوحدك مش تصدع لنا دماغنا بعد اتمام الحركه الاولى يجب ان تكون القدم اليمنى مبسوطه على الارض وتكون عقب القدم اليسرى مرتفعا وكلتا الركبتين مستقيمتين والجسم منتصبا وكله مرتكزا على القدم اليمنى إلهة خمد يا شيخ اثنين مع ثانية مفصل الركبة اليمنى قليلا وتنقل القدم اليسرى من جاض يعني القدم اليمنى الفصل الحادي عشر وكل ذا عشان أخلص من شوشو هي شوشو كانت وحشة ده انت بكرة هتبقى عسكري عال وتبقى في الجندية ممتاز ده انا نفسي حاسس اني هبقى عسكري كويس ويمكن يجي مني الفصل الثامن والتسعون رفع السلاح عن الارض رفع السلاح عن الارض رفع السلاح عن الارض رفع السلاح انت عبقري شويش انا مش ممكن اقدم استقالتي من هنا اهو امال صحيح ممكن قوي بعد 5 سنين ان شاء الله البس انت عسكري اصحى عسكري اركب الهوا اثبت هنا مفيش ركوب هوا هنا في نظام وفي عسكريه ما سمعش نوبه معلش النوبه يا شويش اصلا انا ما نمتش طول الليل ليه اصل العسكري عبد البر ده طول الليل عمال يقرا لنا في تراويح عسكريه انزل البس ما تعرضش نفسك للجزا معلش والنبي اصلا انا رجلي مقفقفه اشكال هيكليه معلومات للمعلم ثبت الاشكال الهيكليه